لا لا لا، العدائي هذا عدائي والله. لا لا لا، ايش العصارات هذه اللي سواها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة جيم اونلي. اليوم جبت لكم فيديو جديد، وبالفيديو هذا حنكمل حلقة ثانية من لعبة كرافتوبيا. آخر مرة وصلنا للمهمة اللي طلبت مني انه ننتقل على جزيرة ثانية، اتوقع خلينا نتأكد من الموضوع هذا، نطلع حرف البي. هذه المهمة الصينية اللي ما فهمنا منها اي شيء. بعد كذا عندنا يب اللي طلب مننا نطلع على مدينة ثانية، قررنا انه نطلع على المدينة اللي هي الصحراوية على بايوم جديد، فخر نروح ونستخدمها وننتقل. بس خلينا نشوف اذا في حاجة بالمخازن، ايش قاعد نطبخه. يب في اللحم هذا، خلينا ناخذ اللحم، ناخذ كل شيء معانا. اخذنا اللحم اللي هنا، وفي بالصناديق اتوقع كنت حاط شيء، هذول اخليهم ما نحتاجهم الان. خلينا نشوف في لسه لحمتين كان نقدر ناخذهم معانا. طب نقدر نطبخ حاجه قبل ما نطلع كمان؟ لا، هذا البلاك سميث من هنا الفورنس، نقدر نسوي سيلفر، خلي بعدين نسوي السيلفر. خلينا ناخذ اللحمه هذه كمان، هل احنا جعانين؟ يب جوعانين. خلينا ناكل رقم 5، ناكل واحده ثانيه. خلينا ناخذ اللحمه الثامنه هذه ونطلع على الالتر على طول. طبعا اخر مره ضبطنا البارات فصار عندنا بار للقتال بس. هنشيل هذا واللي هو نضغط حرف زد يكون الرقم 2، وهنا جبنا السلاح 200 من التنشن، صراحة جدا جدا حلو وقوي. عندنا مهارة نقدر نزيدها، وين كان الالتر؟ اتوقع الالتر كان هنا فوق. يب هذا هو. طب خلينا نزيد المهارة اللي عندنا قبل ما نطلع، هنحطها بالكومبات، هذه ليفل ماكس. طب اتوقع حناخذ مهارة سحرية، لانه ما عندنا اي مهارات سحرية احنا، وبما انه في الصفحة هذه فعادي نحط هذه ونحط هذه كمان، ما نحتاج لا اكل ولا بيض يعني. خلينا نجرب الرقم 9 الان، هل نقدر نستخدمها؟ اوه حلو. طيب خلينا نستخدم الالتر اوف ترانسبورتيشن ونطلع على المنطقة هذه ترافل ونستكشفها مع بعض. طبعا اللعبة لسه فيها حيوانات كثيرة، فيها اتوقع فيلة، فيها جميع انواع الحيوانات. طب خلينا ندخل على الخريطة اول حاجة عشان نعرف مكاننا. احنا هنا، هل هذه ضفة الجزيرة هنا؟ اتوقع انها ضفة الجزيرة. خلينا نرجع على البار حق الفارمينج، اتوقع رقم 3، طلع رقم 3. انت ايش كنت تضرب بالسيف؟ ايوه بالاكس. اوكي قاعدين نكسر البامكن، حلو. خلينا ناخذ بامكن، ايش ورانا؟ رقم 4 بسوبن. اوكي لازم اجيب اللي بعده عشان اقدر اكسر المكان هذا. طيب اتوقع حطلع هرجع اقوي البيكاكس حقي والاكس على معادن اقوى وارجع لهنا. الان نقدر نرجع على المكان هذاك ونفرم على كيفنا كمان، نشوف ايش هذا الحجر اللي كان، اتوقع كان ايرون. هنشوفه هذا قوة. رقم 4 هو البيكاكس حقنا، سيلفر الجديد. ايرون يب. طب خلينا نجيب ايرون، احنا الايرون قاعد نستخدمه بطريقة كبيرة يعني 20 حبة انجوت بس عشان نسوي البيكاكس، صراحة كثير. اوه هذا وحش جديد يطلق نار كمان. لا 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 لا. اوكي جلدناه وطلع لنا بامكن كرامب او قطعة كرامب بامكن. طيب خلينا نكمل استكشاف الجزيرة. هذا اتوقع كمان ايرون، نتأكد. يب ايرون، خلينا نجمع الايرون. معانا سيلفر احنا اوريدي اصلا. هذا ايش؟ ايرون كمان شكله مختلف. هذا سيلفر؟ يب هذا سيلفر اور، هذا السيلفر اللي احنا محتاجينه عشان نسوي كمان اكس سيلفر، وكمان اذا خلص خرب الاكس البيكاكس اللي معانا نسوي واحد جديد. نفتح الشيست، طلع لنا السيف المملوك سورد. هل هو نفس اللي معانا بالضبط؟ خليني اجيبه لهنا نشوف. الدمج نفس الدمج، كل شيء نفس الشيء. اوكي خلي ممكن نرميه اذا ما احتجناه بعد. طيب خلينا نشوف المقبره اللي هنا، ايش المقبره هذه؟ نحن نجمع كميه سيلفر. اوه في صندوق ازرق، نروح نفتح الصندوق الازرق. ايش وقعت؟ طلع لي حاجه حلوه، ايش طلع لي؟ اور، ايرون اور، وطلع لي كمان بوشن. خلينا ناخذ البوشن. There is not enough space to carry. اوكي كيف في سبيس؟ ما في سبيس هنا، او ممكن هو لازم ياخذها هنا يعني، ما فهمت. دامج انشينت نقدر نستخدمها هذا. طب احنا ممكن نرمي الفيذر وبعدين ناخذ حقه الدم. طيب المقبره هذه هل نقدر نكسرها؟ او بيب نقدر نكسرها، وطلع لنا ستون. ستون يب، طلعت لنا ستون، طلعت لنا بوم. بوم اللي هو العظم. ممكن ناخذه مكان حاجه، مكان الشيل هذه، ما اعرف ليش معانا شيل. خلينا ناخذ البون الان، هروح على القاعدة
افضي شويه من الريسورس اللي عندي عشان اقدر اجمع كل حاجه واحط شست هناك كمان مره واحده. طيب ما اتوقع انه هذا هو مركز المدينه، اتوقع هذا مكان في جنود نقاتلهم. وطبعا احنا هندخل نهايه، بس خلينا نقرب اول حاجه ونشوف اسمهم مثلا احمر، هل هيهجم علينا؟ لا ما يهجموا. اوكي هذول طيبين طيبين. هلا بالشباب، هنقدر نكلمكم؟ هل اقدر اكلم هذا كمان؟ يب اقدر اكلمه. ايش هذا؟ هذا بلاك سميث. اوكي بلاك سميث، بلاك سميث فورج فيليجر وومن. هذا ايش؟ نكلمك، خلنا نكلمك، تعال اكلمك، خلنا نكلمك. ما اتوقع انه هذا هو الهل. في عندنا هنا كمان يو ونت تو باي؟ لا والله ما ابغى باي، ما ابغى. اوه هذا ليش سعره 25,000؟ من ماذا مصنوع؟ لا لا شكرا. طيب خلينا نشوف الموقع على المدينه كيف شكله. انا هنا. طيب خلينا نكمل المشي على اطراف الجزيره ونستكشف المناطق اللي هنا. طيب في احسن، هل نقدر نسيطر على احسن؟ اوه في صندوقين كمان. هل نقدر انه مثلا ندرب الحصان؟ الله هرب مني. نشوف ايش نزل لي. كاتلاس، نوع من انواع الاسلحة الجديد، وطلع لي كمان هذه اللي ما انا مو فاهم صراحة ايش راح نستخدمها فيه. في صندوق هناك؟ لا في صندوق هناك. اوكي ويلكم. لا 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 بالغلط بالغلط. اضغط رقم 0 عبي دمي. نطلع البو ونشيل هذا اول شيء، وبعدين نشيل هذا كمان هيد شوت. في كان خفاش، خلنا نشيل الخفاش، خلنا نشيل هذاك. اوه هرب. نشيل الخفاش الثاني لانه ممكن يهجموا علينا ويضايقونا. كفو طلعنا ليفل، خلنا نجمع اللوت اللي طلعوه. في ثعالب نايمة نتحرش فيهم يهجموا علينا. اوكي اوكي اوكي، في جولم. يا جبان يا جبان، خذ لك الضربة السحرية. او الضربة السحرية ولا اجد في حد. او لا 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 ضربني. اوكي انجلد. او ولف ولف مستذئب. ايش سويت انا؟ سويت التصليح. اوكي هنحدد على الولف. تعال تعال تهرب 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 ودي بات. الله وياك. نجمع الاشياء، وفي كمان باتس هنا، وفي كمان جوبلين. لا 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 تضرب لا تضرب، خلينا اضربكم اول بعدين تضربوا، حاولوا تضربوني بعد ما تنجلدوا. شكرا شكرا على الاشياء الكثيره هذه. طب خلينا نجرب احد الاسلحه الجديده طلعت لنا. اوه هذا عليه علامه اللي هو الكاتلس، خلينا نجربه. ممكن عليه افكت رعد او شيء. دمج حلو والله. في كمان هنا عظميين او اللي يسموهم انشانت او شيء السكيلتون. اوكي نعطيهم واحدة رقم 9 ونحد عليهم. اول حاجة نذبح البات. بات بات يا مقرف يا ولد تعال. اوكي كي جلدنا، نعطي واحدة كيو رقم 9. اوب 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 ولفرين ولفرين. اوكي انجلد. اوه طلع حاجة طلع حاجة. نس 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 يب وينكو بانك اللي هو الناب. هنقتل كمان السكيلتون هذا ونقتل كمان السكيلتون هذا. في جوبلن رسبا. اسحب عليه، ندخل نكمل جلد هذولا كمان نجلدهم. اوكي خلصنا جلد. هل في شي ثاني نقدر نسوي؟ لا. طب خلينا نشوف المنطقة اللي هناك. اوب اوب الكرشة هذه. اوه ذكرته هذا من الدنجن حق الحلقة الماضية. هذولا كمان من الدنجن حق الحلقة الماضية. طلع ليفلين، طلعنا ليفلين كفو. خلينا ناخذ الاشياء هذه ونشوف هل في صندوق. ما في صندوق.
ايش تبغى انت؟ ايش تبغى؟ جلت كثير الحلقة هذه. طيب ما في حاجة مهمة، خل نروح نشوف اللي هناك ايش. هل هو دنجن؟ يب يتوقع انه ممكن يكون دنجن. اوب اوب اوب، في عندنا الناس واقفين هناك، خلينا نصيدهم. ايش الاشياء هذه؟ هذا خليها رقم 4. ايش صار؟ اضغط رقم 3 واستخدم مهارة. اوكي، لما اضغط رقم 3 واضغط 3 مرة ثانية يسوي مهارة. حلو، شلنا الاول، خلينا نشيل هذا كمان. اتوقع انه بعيد فما حقدر اجيبه. لا والله قدرت اجيبه، وهيد شوت كمان. طب خلينا نستخدم المهارة على هذولا. هي رقم 3 كانت. يب. اوه كفو، شالته لوحده. لا لا، السلاح هذا كفو، الكاتلس اللي طلع عليه. والمهارة قاعد حق. نجمع لوت 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 لوت، شكرا على اللوت. وهذا اتوقع الدنجن. لا هذا منجم. طب خلينا نطلع عليه على الحالتين نكشفه مع بعض. اوه، هل هذه الاشياء نقدر نكسرها؟ خلينا نطلع البار حق الفارم. يب نقدر نجمعهم. يطلع لي بلو ستون او بلو اور. جمع 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 اي شيء جمع. هنرجع نجمع من هذا الاحمر كمان. اتوقع الاحمر هذا يقدر نجمعه كمان. اذا هذا بلو ستون فهذا ريد ستون. ياب ريد ستون. طيب البلو ستون في منه كميات، الريد ستون قليل. لا طلع منه في كميات كمان. في عندنا كمان اورانج، نجمع كله ونفرم. في الاورانج هنا على اليسار كمان، خل نروح نجمع. خلصت مهمة كمان. اوب اوب اوب، ايوه الان. ايش اسمه؟ اسمه يلو ستون مو اورانج ستون. اوكي الاصفر. عندنا احمر واصفر وازرق. هل في الوان ثانية؟ الان نشوف. في شجرة، هل نقدر كمان نفرمها؟ ياب نقدر نجيب منها مشروم. حلو حلو، في موارد كثيرة هنا ممكن نجمعها. هنجمع الرد، نجمع كمية بس. انا ما ادري صراحة ايش حنستخدمهم. خلاص كافي نجمع من الرد، واتوقع يبغانا نجمع شوية من اليلو. خلاص هذا ايش؟ هذا ايرون. يب ايرون. طيب خلنا نجمع شوية من اليلو. اشوف انه في لون مختلف اتوقع هناك على هناك. لو تشوفوا معاي هناك هذا لون مختلف، ما اتوقع انه نفس اللون اللي عندنا. بس كيف حنوصل له؟ او في شست هنا، خلنا نطلع للشست. نطلع للشست اول بعدين نتفاهم مع هذا. خلنا ناخذ هذه اللي كسرناها من قبل. في سلم هنا، خلنا نطلع السلم. او ايش الاور هذا؟ كبر؟ لا ما اقدر اكسره. اوكي في اورات لسه ما نقدر نجيبها. وقعت انه السيلفر مثلا يكون قوي بعدين نطلع على اللي بعده. بس هذا ايش نوع الاور؟ ما ادري. وهذا كمان نبغى 5 نجوم عشان نقدر نجيبه. انا اللي معي 3 نجوم. طيب خلنا نشوف ايش في اورات هنا كمان نقدر نجمعها. هذا كمان 5 نجوم لازم نكون. في الصندوق اللي هنا كيف نجيبه؟ ممكن نكسر هذا. خلنا ننزل عليه. اتوقع انه كان المفروض انه ننزل عليه من الاول. خلنا نفتحه. اوه جانا سلاح. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ابغاه. ما في مكان بالانفنتوري، خلنا نرمي. طيب حاجه اخذنا اللي هو السيلفر. خلنا نشوف ايش في كمان اشياء ممكن نجمعها. هذا اور ما نقدر نكسره. نروح من هنا بهذا الطريق للجهه الثانيه عشان نشوف الاور اللي اوب اوب اوب. اوف اوف، والله هلا نجانا يا رجل، كنا حنندعس. هذا اللي هو البلو. بدل السلاح، بدل السلاح. هل هذا نفسه البلو اللي كان عندنا في البداية؟ هي بالبلو ستون نفسه بالضبط. اتوقع اللي كانت فوق هناك كمان نفس الشيء. خلينا نشيك على الحالتين، ممكن نلقى صندوق او حاجة نستخدمها. هذا ما نقدر نكسره صح؟ يب ما نقدر نكسره. ليفل 6. في شيء لونه اسود هنا. وجي اسمع اصوات حيوانات. هذا ايش هذا؟ كول نقدر نجمعه. خلاص جمع اي حاجه نقدر نجمعها جمعها.
لانه حنستفاد منها. في حاجه طلعت لي على اليمين، ايش هذه؟ امبر، امبر جيم. يا طلع لي امبر كمان. اتوقع الامبر ممكن نحتاجه بحاجه بعدين، بحث من الصناعات تطويرات. وهذه الاصوات كيف نوصل لها؟ كيف ادخل اتجالد وياهم هذول اللي جوا؟ خلنا نطلع من هنا، ممكن ندخل من فوق. يب لقيناهم. طب خلنا نقلب على الكاتلس حقنا ونعطيهم واحدة من مهاراتنا الجديدة، او المهارة الجديدة اللي استخدمناها. يا ولد لا تدمجني. نزلنا، وفي كمان عندنا صندوق خلنا نفتحه. طلع لي سلاح حلو زي الاسلحة هذه. يلا طلع لي جلاديوس وطلع لي كوركي. هنجمع الاشياء اللي طلعوها هذه اذا نقدر نجمعها، وفي لها مكان يبقى في لها مكان. هنشوف الاسلحة الجديدة ايش هي. هل عندنا اسلحة بمهارات جديدة؟ الجلايدوس صار عندنا 2 منه. الجلايدوس يب. اوه طلعوا 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 طلعوا. هنعطيهم مهارتنا. كفو يا الكاتلس ربي مهارات كفو. طيب اخذنا الصندوق وكل حاجة، خلنا نهرب من هنا. نشوف ايش في، في صندوق هناك، هنروح على هناك، نحاول ننط من هنا هذه المرة. يب جينا في المكان بالضبط. جاني كاتلس جديد، اوكي، هل في مهارة نفس المهارة اللي عندنا؟ خلنا نشوف. يب في نفس المهارة، بس خلنا نشوف الفرق. هذا زيادة بالاتاك وبالديفنس وموف سبينت، هذا مانا جنريشن، لا اللي معنا لسه افضل بكثير. طيب وين في اماكن ما زرناها؟ اتوقع الاماكن هذيك ما زرناها. اتوقع هذا المكان المفروض انه كنا نجيه لما يكون معانا بيكاكس قوي. حاليا ما قادرين نجمع غير الامبر بس او الكول. هاي الاستامنة ما حتكفي. الان نطلع هنجرب، ممكن نقدر نجمع هذولا. رقم 4 يب نقدر نجمع. كفو اخيرا نقدر نجمع حاجة. طيب جمعنا منه، جمعنا من هذا كمان. اتوقع هذا ما نقدر نجمع صح. طيب خلينا نكمل استكشاف. في سلفر هناك كمان زيادة، ما ادري صراحة ايش حتكون فائدته بس. اوه هذا خلاص سلفر، احنا جمعنا كمية محترمة من السلفر، ما تحتاج نجمع منه. مو سلفر، سلفر كافي يعني. نروح نشوف هنا ايش فيه. وهذول الستونز كمان جمعت منهم كمية، اذا طلعوا حاجات مهمة نرجع نجمع منهم عادي. هنشوف. اوه هل هذه النهاية؟ يب هذه النهاية. اوه في بوس شكله قتال. طب خلينا نبدل على سلاح على طول. يب طلع بوس. اوكي هل هذا البوس نفس اللي احنا قاتلناه المرة الماضية؟ يب نفسه بس يده شوية اكبر. حلو دمج 120. لا 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 هذا الليزر، هذا الليزر. اوكي نفس الطريقة كمان نقدر انه نسحب على الليزر حقه وانه نتخبى ورا الجدران. دمج 1 لازم نحاول نقنصه كويس. خلنا نعطي مهاراتنا السحرية. دمج 1 كمان. اوه هذا ينط هذا. اوكي الان لازم نخليه يتكسر بدون ما يضربنا يعني. طب الان تكسر، خلينا نقلب على سلاح التو هاندد بما انه التو هاندد دمجه عالي. كفو يا رجل، بس ضربات واحدة منه شالت. كفو والله. سيلفر اور، خلنا ناخذ سيلفر اور نحتاجه. خلنا ناخذه بدل الخشب. الخشب نقدر نجمع منه وين ما رحنا. هذه الغنيمة الحلوة. هنشوف عندنا مساحة، عندنا مساحة. خرتب شوية بس. استنى 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 استنى، في موارد هنا غريبة وعجيبة. هذا ممكن جمعنا منه. هذا ايش كان؟ يب هذا البوكسايت. بوكسايت ما ادري بس ما جمعنا منه كمية. صدقوا خلنا نجمعهم لهنا كمان. اوكي هذاك ما نقدر نجمعه للاسف. اوه ما اقدر اخذها. لا 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 ابغاها ابغاها هذه، اتوقع اللي عشان نطور فيها. اول حاجه نبدا بالذهبي ونشوف ايش طلع لنا. اوه يا رب ايش السلاح هذا اللي طلع.
فيذر فيذر، هل هو فيذر عادي؟ بيرد فيذر، ما نحتاج بيرد فيذر، اسحب عليه. كفو، ايش هذا اللي طلع؟ ايرون انجوت، لا ايرون انجوت نحتاجه. ايش عندنا حاجة ممكن نرميها؟ نرمي العظام هذه، ناخذ الايرون انجوت هذا. هنا ايش في عندنا؟ مملوك سورد، اسحب عليه. اوه سيلفر بو، كفو. السيلفر بو هذا حنحتاجه بعدين. اتوقع لازم ارجع على قاعدتي وافرغ، لانه صار عندي كمية اشياء. في شيء على اليمين نشوفه. اوه هذه فيلة، لقينا فيلة، حلو. لازم نبدا نسوي مزارع والاشياء هذه. او لا لا، طلع البورتريس. في حاجة طايرة هنا فوق. اوه ساحر، خلنا نستخدم المهارة حقت ال اهرب. والله بدينا ننجلد. طلع رقم 4، خليهم يقربوا علينا ونطلق على الانفجارات هذه. يا واد ابعد يا واد ابعد. خلنا نطلع سلاح الايرون اللي هنا. طيب نشوف نقدر نجمع حاجة. جمعناها، ما نقدر، سحبنا. جلدنا الساحر. هذا ستون، ما نبغى ستون. هل نقدر ناخذ الاكل؟ لا، نقدر نطبخ. طيب ايش نطبخ؟ خلنا نطبخ هذا ورا. ما نقدر نطبخ. وخلنا نفتح صندوق، صندوق ذهبي. اوه هامر 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 هامر. يا عمي يا عمي، ليش تخرب علي المتعة؟ خلني اشوف سلاح ارميه، عندي منه كثير. المملوك سورد عندي منه كثير. من الهامر، يب، جولدن كراش. اوه لا لا لا، العدائي هذا اللي شو اسمه، ايش كان اسمه يا ربي؟ عدائي والله. جريفن، جريفن يب، جريفن. والله الجريفن عدائي. اوه لا لا لا، ايش العصارات هذه اللي سواها؟ يا واد دعسني. You lost some money. واد الجريفن هذا ابدا ما يمزح، جلدني جلد. كويس انه اخذت الهامر قبل ما يجلدني، هذا بس احسن شي صار. نشيل هذول الاشياء ما نحتاجهم كلهم، نحط الهامر هنا، نضغط رقم 6 ونجربه. والله شكله قادح، والله شكله قادح. كمان هو 200. طيب خلينا نكمل طريقنا باتجاه البيت اللي هناك ونشوف الاشياء اللي هنا. في شي على اليسار، هل هو دنجن؟ يب، ابوند الماين هو دنجن كمان. بس في انواع وحوش هنا يا رجل. يب، في هذا مثلا اللي رمانا الان، خلنا نعطيه واحد رقم 8 نقفز عليه. واحد هرب ما جت عليه. يا دب يا دب يا ضخمك يا رجل، حجمك كبير. اوه دمجه 10 بس يا واد. طول بالك طول بالك طول طول بالك طول بالك، حتنتعس حتنتعس. طيب ما حدخل عليه لانه اصلا ما عندي انا مساحة، ما عندي مساحة، ما حدخل عليه. اسحب على الماين هذا ونرجع له بعدين. ايش هذا ايش هذا؟ اوه ايش هذا؟ ايش الاشياء الغريبة اللي اليوم قاعدة تطلع لنا؟ انا جرب مهارة البو. اوه كفو، عدة الضربات كذا مع بعض كلهم اقوياء. والله كمية الحيات الموجودة في الجزيرة هذه غريبة. خل نجمعهم عند البترول المتفجر. فجر كان بغيت اندعس صراحة، فخل نعبي هيل 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 هيل. 0 حرقت، مت. طيب كده رجعنا، ضغطنا حرف الاي الان نقدر نتنقل. نرجع على القاعدة حقتنا، نفضي بعض الاشياء، الاسلحة، الاشياء كثيرة يا رجل جبناها. وكمان خلينا نشوف اذا نقدر نرفع ليفل الالتر حقنا. يحتاج مني الويت فلور ويحتاج مني الكوبر شيلد. كوبر شيلد سهل، خلينا نصنع المزارع. طيب بما انه يحتاج انه نصنع مزارع، طيب هو طالب اني اصنع 5
هذه 5، ناخذ اللحم اللي انطبخ ونكمل طبخ كمان. طيب خلصت الفارمات حقتنا كلها ال5 حبات، فخلنا نحطها في مكان هنا قريب على الماء حتى، يعني خلنا ناخذ بس الصدف اللي موجود هناك لأنه يكون مزعج ما نحتاجه. بعدين عندنا أتوقع البذور، هذه بذور كثيرة عندنا، بس أبغى بذور حقة الويت. أول شيء هو القمح، بذور القمح. طيب من وين نجيب بذور القمح؟ أتوقع نقتل الشيبس أو نقتل أي أحد هنا. هذا فيذر، ما يعطينا فيذر، ما أبغى فيذر، أبغى بذور قمح. ممكن أنت تطلعوا لي بذور قمح؟ تعال على مونو، أطير، طلع بيض، طلع بيض المونو. نبقى قمح، بذور قمح. طيب غالي اجيب مويه، كيف اجيب المويه؟ نشوف هل نقدر نصنع حاجه نحمل فيها الماء. يب نقدر نصنع هذا. نحتاج حبه ستون رقم 4، خلينا نجيب ستون، شكرا. وخلنا ناخذ البيرلز، خلنا نحطها في يدنا رقم 8. وقعت على الارض، يبغالي احط ارمي حاجة كمان، هنشوف هذولا. طيب خلنا نرمي هذا، طيب خلنا نكمل تجميع. طيب عبينا ال10 مو صار هذا ال10 بكت فيهم مويه. طيب كيف نستخدمهم؟ طلعوا، طلعناها الان. اوكي احنا نسوي بس الضربة هذه، واللي يجي عليه مويه يجي عليه مويه. خلنا نسوي هذه وهذه كمان. هناخد الفش او الصدفة اللي موجودة هناك، تمام. طيب لوحدهم انزرعوا كده وصار فيهم قمح، انا ما زرعتهم ولا سويت فيهم حاجة، يعني غريبة. طيب انا ابغى الكوبر هذا عشان اصنع 1 كوبر شيلد، احتاجه بالالتر عشان نرفع الالتر حقنا. انا اخذه، اتوقع كان يبغى 2 مو 1، خلنا اتاكد. يبغى لا 1 كافي. والان نبغى لنا الويت، هو 10، نبغى لنا 10 منه. كيف حاخذه؟ هل نضربه ضرب عادي كده؟ يب تمام. الان ندخل على الالتر اوف سيبريشن ويت فلور. يا واد انا ايش اللي جبته؟ طيب الان جبت اللي هو الويت، الويت اللي هو جبت القمح العادي. طب كيف اسوي فلور؟ اتوقع لازم اصنع آلة او حاجة. خلينا نشوف، ندخل على الورك بنش. طيب من هنا نقدر نسوي، لازم نسوي الطاولة هذه او مثل قدر الطبخ عشان نقدر نسويه. طيب قدر الطبخ ايش يتطلب مننا؟ يبغى مننا ستون، حبة ستون زيادة. اوكي جبنا ستون كافي اتوقع. نسويه الآن، خلنا ناخذه ونحطه. أوكي الآن أقدر أسوي الويت أخيرا ماكس، سوي لي كله. أوكي أعطيني 10، أبغى ال10 هذولا بس هم الكافيين عشان نعمل بروجرس إيج ونطلع إيج إيفولوشن. طورنا العصر عندنا، أخذ مننا 2000 كمان تطوير العصر. حلو، التطوير الجاي يبغى لنا نسوي مسننات، ويبغى لنا ستيل انجوت وفلي فيش. طيب خلينا نشوف هل طلع لنا ستور جديد. يب طلع لنا ستور جديد، يحتاج ستيل. هذا الكونتينر اوف، اتوقع نقدر نسوي الكونتينر بس نحتاج كبر انجوت، يعني نحتاج كمية كبر انجوت. فخلنا نطلع برحلة بحث عن كبر ونسويه عشان نقدر نسوي الكونتينر الكبير هذا. عندي ايرون وعندي كل حاجة، خلنا ناخذ الايرون اللي هنا ونصنع الكوبر. اوه نقدر نسوي ستيل، الستيل يحتاج ايرون عشان نسويه بس. اوكي بعدين تيتانيوم، يحتاج تيتانيوم اور. في عندنا نقدر نسوي من الساند جلاس، نحتاج 5 كوبر انجوت قاعدين نسويها، و2 من الكونفر بليد. انا اتاكد اي واحدة منهم اللي شايف شكله كذا على اليمين هذا هو. يب نبغى 2 بس، ما نقدر لازم نسوي الكمية كلها 10.
طيب خلنا نرجع عند الكونتينر، لا مو هذا الكونتينر عفوا، هذا يب. نحتاج 3 شست والكوبر، بس نحتاج السست هذولا، نحتاج الكوبر، نحتاج نجيب ستون، احتاج اسوي شست، يبغى 3 شستات كرافت، جبنا 3 شستات. طيب ايش باقي؟ اتوقع ان جاهزين احنا، يب جاهزين نسوي الكونتينر ان شاء الله، بس ما يكون نتطلب طاقة، لانه اذا تطلب طاقة مشكلة ما حنقدر نستخدمه. وينه؟ اوه كبير يا رجل كبير. طيب كذا تمام، والان كيف نستخدمه؟ طيب هل ندخل احنا كلنا لجوا؟ دخلت لجوا انا كذا. طيب كيف استخدمه الان؟ من هنا نضغط حرف الاي. اوكي كفو. طيب بما انه صار عدل الكونتينر هذا، خلينا نحط كل هذه الاشياء. لا 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 انا كده رميت بدل ما احطهم جوا. طيب نرجع نضغط حرف الاي، اتوقع نرميهم كذا. طيب الاسلحة هذه يبغى لنا كمان نتصرف معاها صراحة، يبغى لنا نسوي كونتينر ثاني للاسلحة. ايش ناقصني؟ ناقصني كوبر وايرون وشست. طب خلينا نجيب الكوبر، ندخل هنا ونسوي بالكونتينر. وين الكونتينر؟ هذا كونتينر، خلينا نبني وناخذه ونبني للأسلحة. حلو، اقعد جنب اخوك، ندخل عليك، هنحط هذا ما ابغاه الان، وهذا ما ابغاه، معانا الهامر. خلنا نحط كمان هذول البذور هنا، مو مشكلة نحط البذور هنا كمان. هنرتب هذا، احنا لابسين والاشياء اللي لابسين هنخليها علينا. طيب ايش يبغى لنا نطلع لهناك؟ يبغى لنا نسوي 30 حبة سهلة، ستيل حتى سهل، هذا اللي ممكن نحتاج نسويه. والسمك يبغى لنا نجيب السمك، من وين نسوي السمك؟ نقدر ندخل على الديتيلز هنا. اوكي هذا ينجاب من سبيشال لوكيشن، يعني ما نقدر نطبخه، ما نقدر نسويه، يعني تقدر تقول ممكن نذبح السمك او حاجة وهو حيطلعوا لنا اياه. هنشوف، ما اقدر اذبحهم مثلا بالبو. ما اقدر اذبحهم من هنا، اتوقع لازم نصيدهم صيد بالسنارة. بس حنشوف كل هذا بالحلقة الجاية، حنكمل باللعبة هذه. إذا عجبتكم الحلقة اعطوني لايك، إذا ما عجبتكم اعطوني ديسلايك، بس اكتب لي في الكومنتات ليش ما عجبتك، ولا تنسى تشترك بالقناة إذا حاب تشوف مقاطع زيادة عن اللعبة هذه، واكتبوا لي كمان في القناة إذا حابين نستمر بالسلسلة ولا ما عجبتكم نسوي سلسلة غيرها. وفي نهاية المقطع أقولكم في أمان الله.